النهاردة برضو بيصادف ذكرى وفاة الفنان حسين رياض اللي رحل عن عالمنا زي النهاردة عام 1965 بعد ما قدم العديد من الأعمال الفنية اللي هتفضل خالدة في ذاكرة السينما، لدرجة أن البعض لقبه بأبو السينما. تعالوا مع بعض نشوف أبرز المحطات الفنية في حياة الفنان الراحل حسين رياض. تحل اليوم 17 يوليو ذكرى وفاة الفنان حسين رياض الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1965 عن عمر يناهز 68 عاماً بعد أن قدم العديد من الأعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة السينما حتى أن البعض لقبه بأبو السينما. ولد الفنان حسين رياض في 13 من يناير من عام 1897 في حي السيدة زينب بالقاهرة لوالد ميسور الحال، كان يعمل في تجارة الجلود، وكان دائم التردد على مسرح سلام حجازي ويصطحب معه أبنائه الثلاثة حسين ومصطفى وفؤاد الذي اتجه إلى الفن وحمل اسم فؤاد شفيق. عاشق حسين الفن منذ صغره، وحاول في صباه أن يصبح مغنياً، لكن صوته لم يسعف بسبب إصابته بمرض في أحباله الصوتية، كما انضم إلى فريق الهواة بالمدرسة، وكان مدربه إسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبي. منح الفنان حسين رياض الفن سنوات طويلة من عمره، لم يكن بطلاً أول بالمعنى المتعارف عليه، ولكن في نفس الوقت لا يمكن الاستغناء عنه، ومن الصعب أيضاً أن تتخيل فناناً آخر يؤدي تلك الأدوار. وفي المسرح قدم العديد من المسرحيات، منها عطيل وخفايا باريس، القضاء والقدر، مدرسة الفضائح، العباسية، وغيرها من الأعمال المسرحية الرائعة. أما مسيرته في السينما فقد بدأت منذ كانت السينما صامتة، وبالتحديد عام 1931 في فيلم صاحب السعادة كشكش بي، وقدم الكثير من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية، منها بابا أمين وإسلاماه، السبع بنات، ورد قلبي، ابن الحارة، الحب المكروه، المرأة كل شيء، بلال مؤذن الرسول، حب في الظلام، شريك حياتي، وغيرها من الأفلام الرائعة. كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الرائعة وأبرزها هارب من الأيام، جواز البنات، خيال المئاتة، عروس اليمامة، عواصف. رحل الفنان حسين رياض إثر تعرضه لأزمة قلبية في 17 يوليو من عام 1965، وذلك أثناء تصوير فيلم ليلة زفاف، ليرحل دون أن يستكمل دوره في الفيلم.